مرحبا، معكم سيرين من قناتكم Infinity Gear، وتجربة اليوم جدا مميزة. معنا سيارة الهوندا HR-V الجديدة كليا موديل 2023. حابين نتشكر شركة الفوتيم لإعطانا هاي الفرصة لنكون من أوائل الناس لقيام بتجربة هذه السيارة. السيارة اللي معنا اليوم بتمثل مثل بيقول من ليس له ماضي ليس له حاضر. كيف يعني هذا الشيء؟ شركة هوندا شركة عريقة، بل هي إمبراطورية معروفة بالسيارة، بالطيارات، بالمعدات البحرية والدراجات النارية، وسياراتهم دائما كانت معروفة، والهوندا HR-V تحديدا كانت سيارة بتلاقي نجاح جدا كبير، إلى أن أتى يوم والمنافسين اتطوروا، فظلت هوندا في تراجع ولكن رجعت بجيل أقوى وجديد تماما وتصميم أجمل بكثير من أكثر أناقة ومعاصر مثل ما موضح أمامكم. شركة هوندا لطالما كانت تتميز بتصاميمها ولكن بسيارة السيدان، واليوم اجى دور سيارات الاس يو في، ومعنا سياره الهوندا HR-V الجديده كليا بتصميم جدا حديث. لتعرفوا تفاصيل اكثر خليكم لنهايه الفيديو. السيارة صارت أجمل لما نقارنها بالجيل السابق، وهو تجميل بشكل كامل. رح بتلاحظوا بالواجهة الأمامية أول شيء بيلفت النظر الشبك الجميل اللي صار أعرض وبشكل أسود لامع ملفت للنظر وبأشكال سداسية صغيرة، وشعار الهوندا بيتوسطوا بدل الجيل السابق كان يجي عندنا متصل بشريط كروم. حسنوا بالتصميم الخارجي للسيارة ليصبح أجمل بشكل أكبر. الإضاءات رح بنلاحظ أنها صارت مرتفعة ومسحوبة للجانب، بالإضافة لإضاءات الضباب بالأسفل صار شكلهم أجمل، ورح بنلاحظ اللب السفلية بتيجي بالأسود اللامع وأضافوا لها قطعة من الكروم لتعطي جمالية. بالنسبة لغطاء المحرك فهو غطاء محرك صار أطول والسيارة صارت أعرض من الأمام. سيارة الهوندا HR-V بشكل عام أضافوا إلها عديد من مستشعرات الأمان واللي هي تعرف بالهوندا سينسك. رح بتلاحظوا بالأعلى الكاميرا اللي فيها سرعة معالجة لتتنبأ بالأجسام القادمة، وتم تعطي تحذيرات من الاصطدام الأمامي في السيارة. هذه جزء من هوندا سينسينج. بالإضافة عندنا نظام التنبيه من الخروج على المسار، نظام النقطة العمياء، ونظام الكبح عند وجود أجسام أمامية. كل هذه موجودين تحت مسمى الهوندا سينسينج، وهي كمان جزء من رؤية هوندا ليكون معنا مجتمع خالي من الاصطدامات بحلول عام 2050. وهلأ تعالوا نشوف السيارة من الجانب. هوندا HR-V من الجانب رح بتلاحظوا الخط الممتد من الأمام لآخر السيارة، والواجهة الأمامية وغطاء المحرك الطولي رح بيبين مظهر الطولي أكثر من الجانب في السيارة. بالإضافة المرايات بتيجي عنا باللون الأسود، جنوط مقاس 17 إنش في السيارة، ومتواجد اكسسوارات هوندا اللي هي بتساعد على الحماية من العزل، والمراية الجانبية باللون الأسود، وعنا فتحة سقف بانورامية جدا جميلة، بالإضافة إلى نظام الدخول بدون مفتاح. هوندا HR-V من الخلف شو اللي بيميزها؟ أول شيء تصميم السبورت باك المنخفض واللي أصبح جدا شهير ومتعارف بسيارات الـ SUV، وعم بيلاقي قابلية وشعبية جدا كبيرة، صار متواجد معنا بسيارة الـ HR-V 2023. بالإضافة الإضاءات المتصلة في السيارة عم تعطيها مظهر رياضي أكثر، شعار الهوندا متواجد. وبالنسبة للتصميم ككل في سيارة الهوندا الـ HR-V أبدع مهندسين الهوندا بالتصميم. رح بتلاحظوا السيارة من الخلف تشبه سيارة البورش مكان وكيان، أما بالنسبة للمظهر الجانبي بيشبه معنا سيارة اللامبورغيني أوروس. فإذا كنتوا بدكم سيارة يابانية اقتصادية عملية ولكن بفخامة التصميم الألماني، سيارة الهوندا HR-V هي السيارة المناسبة. بالنسبة للصندوق الخلفي بسيارة الهوندا HR-V بيفتح بهذا الشكل،
ومساحته 335 لتر، وتعتبر مساحة جيدة بالنسبة لحجم السيارة. أما بالنسبة للغلق فهو غلف لغلق يدوي بهذا الشكل، ومتوفر فيه الكاميرا الخلفية. وهلأ تعالوا نشوف الداخلية وكيف أبدعوا مهندسين هوندا بالتصميم. وهلأ طلعنا لقيادة سيارة الهوندا الـ HR-V الجديدة كلياً على الطريق، ولكن قبل ذلك هل المقصورة الداخلية بجمال الشكل الخارجي؟ والجواب هو بكل تأكيد نعم. المقصورة الداخلية في سيارة الهوندا الـ HR-V تأتي بشكل جداً رحب وجميل، بيطغى طابع استخدام المواد عالية الجودة من الجلود في الداشبورد الأمامي وعلى المقاعد المستخدمة بالسيارة. بالإضافة رح بنلاحظ لمسات عديدة من البيانو بلاك على عجلة القيادة المصنعة من الجلد، بالإضافة حوالين ناقل الحركة وهو ناقل الحركة CVT، بالإضافة حوالين الشاشة مقاس 8 إنش في السيارة واللي بتدعم خاصية الأبر كالبري والأندرويد أوتو، وهي شاشة تعمل باللمس واستجابتها سريعة محاطة بالبيانو بلاك. وشاشة العدادات اللي أمامنا متوفر فيها الخصائص العديدة يلي بنحتاجها في سيارة الهوندا الـ HR-V. ورا عجلة القيادة متوفر عندنا شيفتنج بادلز لتمتع بتبديل السرعات، خصوصا ناقل الحركة اللي معنا CVT لنبدل بشكل أسرع وأجمل لسيارة الهوندا الـ HR-V. بالنسبة لفتحة السقف بالسيارة بتيجي بشكل بانورامي، فتحة جدا رحبة. المساحات صارت أرحب بسيارة الهوندا الـ HR-V مقارنة بالجيل السابق في السيارة. وأحلى شيء بالسيارة هو زرار التكييف الحقيقية في السيارة لتسهل معنا التحكم بالتكييف. بالنسبة لمقاعد الصف الثاني في السيارة، المساحات فيهم تحسنت بنسبة جدا كبيرة بسبب نقلهم لخزان الوقود من الخلف إلى منتصف صف السيارة، وهذا الشيء جدا ممتاز. هلأ أنتوا شفتوا الصندوق الخلفي بشرحي من الخارج على السيارة، المساحة اللي فيه تعتبر مساحة جيدة، ولكن هوندا ما تركوا فقط الاعتماد الكامل على الصندوق الخلفي، بل وأضافوا خاصية طي المقاعد بشكل مسطح بالكامل وأيضا بزاوية 60-40. وما ننسى الخاصية الأهم والأجمل بسيارة الكروس أوفر اللي معنا لليوم، وهي خاصية طي المقاعد بشكل عمودي في سيارة الهوندا الـ HR-V اللي بتساعدنا على وضع أغراض مثل دراجات، شاشات تلفاز كبيرة بشكل عمودي في مقاعد الصف الثاني، تنطوي المقاعد بشكل كامل لتوفر لنا هذه المساحة. بالنهاية سيارة الهوندا الـ HR-V هي سيارة عملية، SUV عملية بمساحات داخلية جدا متميزة ومناسبة لأي حدا بيحب هذا الحجم من السيارات. سيارة الهوندا الـ HR-V بتأتي بمحرك 4 سلندر بيولد قوة 119 حصان و 145 نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 1.5 لتر. هذا المحرك أداؤه جميل وقيادته جدا جميلة. بالإضافة استهلاك الوقود في سيارة الهوندا الـ HR-V مع الغلاء اللي عم نشهده حاليا هو 18.4 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة لحجم السيارة استهلاك وقود جدا معقول بسيارة الـ HR-V الجديدة كليا. وأيضا بسبب رؤية هوندا في مستقبل خالي من الاصطدامات لعام 2050 مثل ما خبرتكم سابقا، أضافت العديد من أنظمة الأمان بالسيارة، متوفر إرباقات أمامية للراكب والسائق زائد إرباقات جانبية، بالإضافة إلى ستائر جانبية، وما ننسى خاصية هوندا سينسينج الشهيرة يلي متوفر فيها العديد من أنظمة الأمان مثل التنبيه من التصادم الأمامي، المحافظة على الخروج من المسار في السيارة، وغيره من الأنظمة الجدا متطورة متوفرة بفئة الـ EX وهي في الأوبشن اللي معي أنا لليوم، وفئة كمان الـ LX وهي الفئة الأقل. أما خاصية الهوندا سينسينج بفئة الـ DX القياسية مش متوفرة. السيارة اللي معنا متوفرة بنظام تعليق ماكفرسون أمامي ونظام تعليق تورشن بيم بالخلف. قيادة السيارة على النتوءات والمطبات، أنظمة التعليق فيها لاحظت من قيادتي لها خلال هذه الأيام جدا جيدة في السيارة. بالنسبة لعزل السيارة كمان على الطرق، كمان بيعتبر على الطرق السريعة يعتبر جيد بالنسبة للسيارة اللي معنا. طبعا مثل ما خبرتكم مي في متوفر اكسسوارات بهوندا مثل الجزء اللي حاطينه على زجاج الأمامي في السيارة لا يساعد في تحسين من عزل السيارة، بالإضافة متوفر عدة اكسسوارات ثانية لو حابين تضيفوها رح أضع لكم إياها الآن أمامكم في الشاشة. وبهيك نكون خلصنا تغطيتنا لليوم، بتمنى تكون غطيت كل شيء واستفدتوا من حلقة اليوم. خبروني شو أراءكم بسيارة الهوندا الـ HR-V الجديدة. أما بالنسبة للناس اللي بتتساءل فسعر السيارة هو 89,900
درهم إماراتي. شكرا وبشوفكم بالتغطية الجاية.